3 ايام زادت 4 درهم في الكيلو. هو كيقول لك الثمن ديها ولا مشي الله يعاون، انت نفس منك غتديها، فهمتي كيفاش مارشي دابا؟ كنقول كلشي. داك كتجي عندي مرة كتقول لي شحال ما طيشا، اقسم بالله الا كنحشم نقول لها تام نبقى نشوف فيها، كنقول لها الوف راك وبزاف. دابا هذا هو المشكل، يا ما كاينش الاقبال وكاين الغلا. اذا لا كان كاين الاقبال الله يحفظه صافي كوصل شي 40 درهم ولا 42. كيما دار السوق هو هذاك، يعني الا طلع الاسعار كنطلعوا معاه وكنعودوا معاه. هاد ماتيشا خاو هاد الايام تنقول لك ماتيشا كنا كنبيعو مؤخرا ب 6 درهم ولا ب 1000 فرنك، فيه بيع طلعت ب 1000 فرنك، دازت 4 درهم في الكيلو، في 3 ايام زادت 4 درهم في الكيلو، بصح كتعمل 4 درهم ولا 7 درهم. ماتيشا كانت عامله 4 درهم طلعت بزاف 6 درهم واحد اليومين، فيه به 1000 فرنك. الجلبانه 16 درهم كنا كنبيعوها 12 درهم ديريكت 16 درهم، اللوبيا 18 درهم. ما لا هو كيقول لك الثمن وديها ولا مشي الله يعاون، انت نفس منك غتديها، فهمتي كيفاش مارشي دابا؟ كنقول لك دابا كيقول لك هذه 7 درهم في الكيلو، الا زول لك زول لك غيزول لك مثلا 40 فرنك 50 فرنك في الكيلو. 40 فرنك زائد ترونسبور، دابا ترونسبور يعني فيك فيك، واخا تجيب اي حاجه ترونسبور راه تما تما. حنا كنا كنعرفوا في حاله الساعه هذه كتغلى غير بصاله، بصال هي اللي كتغلى، كتعمل مثلا 6 درهم مطيشه 3 درهم بطاطا 3 درهم، السلعه كامله طايحه، حاجه وحده هي اللي طالعه، فهمتي؟ دابا كلشي طالع، كلشي. دابا كتجي عندي مره كتقول لي شحال مطيشه، اقسم بالله الا كنحشم نقول لها تام نبقى نشوف فيها، كنقول لها الوف راك وبزاف. شنو غتقول لها؟ قبل شي مره جات عندي قالت لي تيني 5 درهم د اللوبيه، باقي ما قالتليش شحال اللوبيه، قالت لي تيني 5 درهم د اللوبيه، عملت لها نص كيلو. ولويت ولا بلاستيكات جبرت عندها 5 درهم سيبتها رفاي، واللوبيه عامله 18 درهم. يعني حشمتي ترد؟ ما جبرت ما نقول لها، قالت لي تيني 5 درهم د اللوبيه عطيتها نص كيلو. قلت لها انا خالتي بصح ومشات في حالها. ما الا شفتي تجي هاد لي فروطه، فروطه هاي هاي تسقسي اللي نقاس 22 درهم، التفاح كنا كنبيعوه ب 7 درهم 12 14 درهم، اللي تشينا 4 درهم 7 6 درهم، يعني شنقول؟ كلشي با فروطه ما تدارش عليها. بانا كنا كنبيعوها ب 8 درهم، اليوم خصك تبيعو 1000 فرنك. بلا نبقى تقولوا 1000 فرنك يبقى يشوف فيك، كيمشي يسقسي اخر كيقولوا 1000 فرنك، يسقسي اخر كيقولوا 1000 فرنك. نص كيلو شحال يدي فريسي عاود هايداك 14 درهم. ما نقدرش نقول لك شنو هو السبب اخا، دابا حنا كنمشيو للمارشي، المارشي هو اللي كيحكم علينا حنايا، فهمت؟ وفي نفس الوقت كيقول لك الاضراب. دابا الاضراب حنا نقولوا مثلا عيجوا الكاميونات اللي كيدخلوا السلعه للمارشي، وحده جلست وحده سافرت جابت السلعه، هذيك اللي سافرت يكون عليها الطالب، فهمتي؟ كتبيع باش ما بغات هي، وقال لك 1000 فرنك كيديوها، قال 2000 فرنك كيديوها، فهمتي كيفاش؟ هذا الشيء اللي كاين. وهاد الغلا هذا راه شي واقع من الشتا، اول حاجه هو الشتا ما طاحتش، ثاني حاجه هاد الحرب ديال اوكرانيا اللي وقع فيها هاد البترول وهاد الشيء، هذا الترانسبورت كان كيجي بخضره ب 20 فرنك ولا 2 درهم نقولوا، ولا دابا خصو يجيبها ب 8 درهم ولا 10 درهم، شحال غادي توصل هاد الخضره لهنايا؟ شحال غادي يوصل الثمن ديالها؟ الله يكون في العون كل واحد، والله يكون في العون المسكين. وسبب الزيادة هذه غير في ظل واحد 15 يوم كنا كنبيعوا 27 درهم ودابا 34 درهم. لأن الزيادة عندها علاقة بكل شيء، لا بهاد المازوت اللي كيتزاد ولا بالترونسبورت، العلف تزاد، الفلوس تزاد، فهمتي؟ هذا هو السبب زيادة كل شيء في هاد الشيء. لا ما كاينش دابا، هذا هو المشكل، هي ما كاينش الإقبال وكاين الغلا. إذا لا كان كاين الإقبال الله يحفظه صافي كوصل شي 40 درهم ولا 42. فهذا راجع للأزمة هذه اللي كيعرفها الوضع، لا من ناحية الغلاء كل شيء، المازوت دا العلف دا الفلوس، فهمتي؟ والعواشر دابا حنا كنتوقعوا الله يحفظ، كنقولوا مصاب يبقى غير هيدا في هاد العواشر، ملي غيكون الإقبال يقدر يتزاد، فهمتي؟ دابا هاد الزيادة ما صالحة لا للمستهلك ولا لنا حنا كتجار ولا كذا، فهمتي؟ غنشوفوا في رمضان دعم الاول كذا، كان رمضان كنا كنبيعوا الجدة 29 درهم 27، دابا كيما جا رمضان والجدة عامله 34 درهم. اما ملي غيوقع الاقبال يقدر يوصل شي 40 درهم ولا. الغلاء عمودي ديالي شنو السبب ديالي؟ مبني على المازوت، وسبب الحروب. الحرب. الحرب. الزراع. الزراع غالي كيجي من يصدر من عندهم، الحروب صافي دور اليهود.
ما تيش عند الناس الكبارين في قادر سوا 19 فرق 19 فرق 16 فرق وطلع بالمازوت ترانسبورت 2500 فرق للصندوق ولا 3000 فرق للصندوق للصندوقه واحده. الناس اللي كيبغيو مساكن الدراري واش اللي كيبغيو يتسخروا ويتسوقوا؟ امشي قبض الزبل يعني مواطن درويش امشي قبض الزبل ما كاين ديال دابا يعني ما يقدرش يدخل السوق عايز ما يدخل السوق انت 3000 فرق غنسكيلو الحوت اخر 3000 فرق الله يعاونك. دابا مرضي واصله 27 28 300 درهم. شحال كنتو كتجيب ماطيش؟ كنا كنجيبو ماطيش 90 درهم 80 درهم 70 درهم من الصندوق. دابا هي 300 درهم من الصندوق يعني الاسعار دابا طلعت شي شويش. نطلبوا الله يخفف علينا اكثر. النوع ديال الخضره اللي كيستهلكوها في رمضان في العواشر هي ماطيشه بالزمن يعني حنايا مع السوق كيما دار السوق هو هذاك يعني الا طلع الاسعار كنطلعوا معاه ود كنعودوا معاه. مواطن ما بقاش كيما كان يعني حاجه كان كيدي منها كثير دابا كيولي كيدي منها قليل يعني كيمشي على حساب الاسعار ديالو على حساب الجيم ديالو. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.